السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، عدنا إليكم جديد وعدد الصورة والصوت مع آخر أخبار وتطورات لعب أسود أطلس. فيديو غيكون فيه أخبار حصرية عاجلة ومهمة جدا، والكلام هنا على حكيم زياش فين وصل البلان ديالو ديال انتقاله لنادي غلطة سراي، وياسين بونو كذلك مع الهلال السعودي، إضافة إلى حقيقة مفاوضات أو انتقال سفيان أمرابط إلى نادي ليفربول، زيادة على يوسف نصاري والقائمة تطول بتفاصيلها التفاصيل. والبداية كنحب تكون مع حكيم زياش لي البارحة فاش كنت بارطاجيت معكم خبر انتقال لنادي غلطة سراي التركي. بزاف التعليق بداو كيقولوا لي اسلام راه فشل في الفحص الطبي، زياش حكيم لم يجتاز الفحص الطبي و الى اخره. المهم اولا باش نحطكم في الصوره، راه اللي طلع بهذا الاشاعه هو واحد مقدم برنامج اللي هو هولندي اللي واقيلا بغى يدير فرقه اعلاميه او وصلته شي معلومات خاطئه او غير ذلك، ولكن في كل الاحوال كنت عارف بل ومتاكد ان فيك نيوز ما منه والو. والدليل في الفيديو ديال البارحه قلت لكم راه كاينه اخبار اللي قدرت نتوصل بها شخصيا كتقول بان زياش حكيم اجتاز الفحص الطبي الاول بنجاح، ولا بقيتو قلين تمنينا انا داك يكون هذا الخبر صحيح. وفعلا من بعد داك الفيديو طلع الصحفي رودي غاليتي اللي في الاول بعدا نفالك الاشاعات ديال فشل حكيم زياش في الفحوصات الطبيه، بل واكد انه اجتازها بنجاح وباقي الجزء الثاني من الفحص اللي غادي يديروه غدا الصباح اللي على اليوم زعما. وفعلا حتى داك الفحص الطبي الثاني الحمد لله داز على ما يرام، واللي كان خاص بفحوصات الدم. وكما ذكرنا البارحه وفي خبر حصري بان هاد الاختبارات كانت في لندن تحت اشراف طبيب نادي غلطة سراي. ايضا منذ ساعات قليله جدا اردن تيمور اللي هو نائب رئيس غلطة سراي خرج بتصريح وقلب الحرف، وصلنا الى مرحله معينه بخصوص حكيم زياش والمفاوضات جاريه وسنعلن عند انتهائها. وزاد وقال جمله مهمه جدا، لم يتم العثور على اي مشاكل خلال الفحوصات الصحيه لحكيم زياش في الوقت الحالي. يعني كما قلت لكم داكشي كامل اللي تقال على حكيم زياش فقط فيك نيوز ليس الا. وبالمناسبه راه حد الان مازال ما تحسمتش الصفقه بنسبه 100%، وحاليا زياش غادي يسافر او بالاحرى غادي يكون سافر دابا لتركيا باش يكمل اجراءات انتقاله وما الى ذلك. وبين قوسين صفقة انتقال حكيم زياش الى نادي غلطة سراي غادي تكون شبه مجانية، بمعنى مبلغ الصفقة يمكن يكون غير ديك جوج او ثلاثة مليون يورو فقط او اقل من ذلك ايضا. المهم غير ما تصدموش فاش تسمعوا المبلغ اللي غادي ينتقل به زياش لانه غادي يكون طايح بزاف، وهذا الكلام اللي قلتو لكم غادي يتاكد مع الايام مستقبلا. المهم باختصار هذه هي قصة حكيم زياش لحدود هذه اللحظة، واي تفاصيل حصرية كالعادة غادي نبارطاجيها معكم ان شاء الله. اما على ياسين بونو فانتقاله لنادي الهلال السعودي هي مسألة وقت ليس الا، وحتى المدرب خاص لويس من البارحه في التصريح ديالو قال بان المغربي الوجهه ديالو القادمه غادي تكون هي السعوديه، بل ادهى من ذلك وكما كيبان لكم في هذا الفيديو بونو ياسين في اجتماع مع رئيس نادي الهلال السعودي اللي هو فهد بن نافل. يعني قولوا الامور راه محسومه تماما، وفي الساعات القليله القادمه غادي تعلن رسميا انتقال بونو للهلال. زاد هناك اخبار كتقول بانه حاليا راه وقع على العقود. المهم بالنسبه لمده العقد غادي تكون هي الثلاث مواسم، اما اجمالي قيمه الصفقه فوصلت الى 21 مليون يورو. وللاشاره الهلال ايضا غادي يتعاقدوا مع اللاعب صربي الكسندر ميتروفيتش اللي كيلعب حاليا في نادي فولهام الانجليزي، وحتى هو الانتقال ديالو راه مساله وقت ليس الا. وكما كيبان لكم في هذه الصوره هذه هي انتقالات الهلال السعودي لحدود هذه اللحظه، يعني قولوا غير شي فريق اوروبي وصافي. زائد هذه هي التشكيله المحتمله لنادي الهلال الانجليزي اللي غادي نشوفوها في القريب العاجل. وبين قوسين راه ما غلطتش فاش قلت النادي الانجليزي. المهم كمغاربه اكيد كاملين عارفين بان الهلال عندهم جوج حراس ديال المنتخب السعودي اللي هما محمد العويس وعبد الله المعيوف. احنا غادي نهضروا تحديدا على محمد العويس اللي فاش سمع بان بونو جاي لنادي الهلال عرف بانه ما غاديش يلعب في حضره المغرب ياسين، لذلك طلب من اداره النادي باش تسمح ليه ينتقل على سبيل الاعاره، لانه يعي جيدا بانه لا استمر مع الهلال اكيد ما غاديش يلعب على ياسين بونو، واللي اوتوماتيكيا وقولا واحدا ما غاديش يتكونفوكا لك للمنتخب السعودي. وغالبا هادشي اللي غادي يوقع بحيث عندك يا اما العويس او المعيوف، واحد فيهم غادي يتم الاعاره ديالو لشي نادي اخر بنسبه 1000% بحكم انه من الركائز الاساسيه للمنتخب السعودي. وقبل ما نختموا مع ياسين، الجماهير ديال الهلال كامله منبهره وكترحب بالمغربي وفرحانين به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كيف لا وهما تعاقدوا ليك مع الثالث افضل حارس في العالم. صراحه كمغاربه غادي يفتقدوا اوروبيا، ولكن في الاول والاخير القرار ديالو يحترم، علما انه راح حارب باش ينتقل للريال او بايرن ميونخ، ولكن كما عارفين ما كشافش ليه والتفاصيل كنا تطرقنا لها سابقا. وقبل ما ندوزوا عند سفيان امرابط لانه عندنا كلام عليه مهم جدا، على السريع بعد نهضروا اولا على يوسف نصاري اللي البارحه للاسف تلقى بزاف وبزاف ديال الانتقادات في الماتش ديال السوبر اللي كان ضد مانشستر سيتي بعد ما ضيع بعض الفرص اللي كان منها فاس فاس مع الحارس. ولكن هذه الانتقادات للاسف كانت حتى من رئيس النادي اللي هو بيبي كاسترو، واللي قال لك بان يوسف نصاري ضيع بزاف وبزاف ديال الفرص، في اشاره الى انه لو كان نصاري استغلهم او غير وحده فيهم على الاقل كنا حسمنا النهائي. يعني دابا كلشي نسى الهدف ديالو والتالق ومساعدته للفريق وشادين فقط في الفرص اللي ضيعها. صحيح كان عليه ماركي باش نكونوا منصفين وواقعيين، ولكن في المقابل ما نحملوش مسؤوليه ضياع اللقب بنسبه 100%، والا امانه
غادي نكونوا كنظلموا اللاعب. وللاسف هذا البلان طرا عليه بيل ميلي في اخر سوبر اللي كان ضد بايرن ميونخ، فاش كان ضيع واحد الفرصه اللي كان بامكانه يقتل بها الماتش، وكان انا داك لبقيتو عاقلين تعرض لموجه من الانتقادات اللي دخلته نسبيا في حاله اكتئاب. والبارحه ايضا نفس الشيء اللي طرا عليه بعد ما كان ضيع فرصه اللي كان بامكانه يقتل بها المباراه. المهم في هذه الوقيته هذه نصاري كيساين منك مغاربه الدعم والتشجيع اكثر من الانتقادات، وبين قوسين لابد من الانتقاد ولكن يكون انتقاد بناء اللي يزيد بياسر القدام، ماشي يكون انتقاد هدام او تهجم وما شابه ذلك. اما الهجوم عليه او تحملوا خساره نهائي فهذا الشيء غير منطقي بتاتا البتة. ومن صاري دابا ندوزو الى الدوري المغربي الاخر سفيان امرابط، ومبدئيا بعد القصه ديالو مع مانشستر يونايتد ما غاديش نتكلموا عليها نهائيا لاننا حفظناها مزيان وتطرقنا لها مرارا وتكرارا. المهم دابا خليونا غير مع الجديد اللي طلع مؤخرا في الساعات القليله الماضيه واللي قالك بان ليفربول رجع يهتم مره اخرى بالدوري المغربي سفيان، وهذا الشيء نيت اللي اكدوا الصحفي فابريزيو رومانو، واللي في المقابل ايضا اكد لك بانه ما كاين حتى شي عرض رسمي، بل اكثر من ذلك ليفربول حاطين خيارات اخرى في القائمه. وكما كان متوقع من بعد هذا الخبر خرجت لك بزاف ديال الاشاعات كتقول لك بان ليفربول في مفاوضات متقدمه مع فيورنتينا من اجل انتداب المغربي و و و الى اخره. ومصدر هذه الاشاعات تحديدا كانت هي صحيفه الاد الهولنديه. ودابا خليونا من الاشاعات وسمع معي الصح والمفاجاه، وهو ليفربول البارحه تقدم بعرض رسمي من اجل التعاقد مع لاعب خط الوسط الياباني واتارو اندو اللي كيلعب في نادي شوتغارت الالماني. ونزيدكم ايضا اليوم كمل فحوصات طبيه واجازها بنجاح كما كيبان لكم في الصوره حاليا، وبذلك تمت هذه الصفقه رسميا. يعني ديك الاخبار ديال امرابط في مفاوضات او انه غادي ينتقل الى ليفربول راه ما منها والو فيك نيوز. وبالمناسبه ارقام لاعبي نادي فيورنتينا لهذا الموسم راه خرجت رسميا، وكان متواجد فيها سفيان امرابط اللي الرقم ديالو هو 34، وكذلك عبد الحميد الصابري اللي كما كيبان لكم خدا رقم 27. ودابا بغيت نختم معكم الفيديو مع الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، اللي رغم الكم الهائل ديال النجوم الا انه تواجد في التشكيله المثاليه للجوله الاولى من الدوري السعودي بتقييم 7.7، يعني دخل سخون ما شاء الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. وبهذا الخبر غادي نقول لكم صافي وصلنا لختام هذا الفيديو، وكما ديما كنشكركم دائما على ديك التعليق الزوينه والخلابه والجميله جدا، وخير الكلام ما قل ودل. وكالعاده كان معكم اسلام في امان الله ومع السلامه.